طبت اليوم معكم كراتوس 999 فيديو جديد. في هذا الفيديو غنتعرفوا على السيتينغ ديال واش في شاومي سامسونج اوبو ولا اي هاتف في شادو دابا في شي فونك غادي تعرف لي السيتينغ ديالو في هذا الفيديو ان شاء الله. المهم ما طولتش عليكم شي نيشان. السيتينغ الاول هو السيتينغ واش في شاومي. المهم هاد السيتينغ الدراري هي اللي خدام بها هي ديال الهواتف شاومي ريدمي 9. المهم عندو ريدمي 9 ريدمي نوت 8 ريدمي ويتش موي ريدمي 9 نوت 9 نوت 9 برو 9 تي 9 ا 9 سي موي اي ريدمي هاد السيتينغ تخدم معاه بنسبة 80% الدراري خاصة تنقص ولا تزاد. المهم نسبة 80% خدام. نخليكم تسكريني واحد الايام لا بغيتو ولا تجربة. المهم في وسائل التحكم تخصيص يو اتش دي. المهم في بوطون تير عندكم من 52 حتى 54 اختاروا اللي بغيتو الدراري. نيدي في 54 كاوش احفا مزيان. المهم اما السطر الثاني هو الهواتف سامسونج اوبو والهواتف الاخرى اللي ما تكرشاش. المهم بالنسبة لدوك الهواتف انا ما عنديش اليوم نقولها لكم ولكن عندي اليوم الحل. الحل الدراري هو هاد التطبيق ديال ويكا سيشينغ. الدراري هاد ويكا سيشينغ كتدخلو كتسيرشي عليه هو كتكتب ويكا سيشينغ. المهم ملي كتدخلو عليه كتجبر كنت ملي تانستاليو كتجبر تو فاش تفاو كونيكسيو الدراري ولا ويفي. المهم تقدروا تخدموا به ولكن كثرات الاعلان انتو باقي ما دخلناش اعلان بادي. المهم كتوركوا على هذه كتختاروا واش موبايل ولا بي سي. امبرك انا على موبايل حيت كنلعب بالموبايل. المهم هنا كيعطيك الخاصيه ديال التليفون ديالك. هنا الهيد شوت سيتينغ يعني اعدادات الهيد. هنا كوستيم هيد كيفاش نشرح لكم الدراري. هاد كوستيم هيد سيتينغ هي بوطون دو تير وهداك الشي فين تيتحط. المهم هنا عندك واش كتلعب بجوج سبعان ثلاثة سبعان ربعة سبعان. انا كنلعب بجوج سبعان ونبرك على جوج سبعان كيعطيني بزاف تلعيبات لا بغيت ندير بحالهم. المهم كاينة هادي كاينة التانية التالتة. المهم هادي الدراري ننصحكم بلاش ما ديروها بلا ما نتاوها. علاش؟ حيت هادي فين كترشاحو نتوما. المهم هادي جرافيك سيتينغ يعني الجرافيك المناسب للهاتف ديالكم. هنا فاير بوتون سايز يعني الحجم ديال بوتون دو تير لكل تليفون. انا عطاني 53 جاتني صغيره بزاف كتهرب ليا الصبع عليها داكشي علاش كبرت شويه درت فيها 54. حنا هيد شوت سيتينغ كيسولك قبل ما كيعطيك هل تستعملوا دي بي اي. غنكتب لهم انا نو كنستعملوش. اشوركو على هادي التراك 100. المهم هادو هاد البارامتر اللي عطاني الدراري داير بحالها غير انا زيد في سكوب فوا 2 داير فيها 98 وسكوب فوا 4 دايره 100 حيت كتهرب ليا العيب داكشي علاش. ونا جينيرال ناقص حيت زيد في بوانتيغ سبيد يعني 94 راه كتساوي 200 وشي حاجه داكشي علاش. المهم اما هادوك اللي ما مخدمين لا بوانتيغ سبيد لا دي بي اي هاد الايما تنفعكم 100% الدراري حتى نسبة 48% نافع معاكم. المهم هذا ما كان في هذا الفيديو الدراري. ما تنساوش لايك كومنت اند سبسكرايب في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.